أعلن الإليزي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى مجددا مباحثات هاتفية مطولة مع نظيره الإيراني حسن روحاني، كرر خلالها الدعوة لتهيئة الظروف من أجل نزع فتيل التوتر بين طهران والولايات المتحدة. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان أن دور فرنسا هو بذل كل الجهود الممكنة لضمان موافقة جميع الأطراف المعنية على هدنة والدخول في مفاوضات. وهذه هي المرة الرابعة خلال شهرين التي يجري فيها الرئيس الفرنسي محادثات مع نظيره الإيراني، كما أنه أجرى مباحثات عديدة مماثلة مع نظيره الأمريكي كان آخرها يوم الجمعة الماضي.